بنوصف جوارديولا ان هو متهور. اعتماد على جريزمان، جواب فليكس في الهجم المرتدة. طارق جلامة، شكرا لطارق ذيب، شكرا لوائل جمعة. موسم 2021 جواب فليكس وانطوان جريزمان، هذه هي الاسماء. كرة عرضية تأتي خطيرة كانت الكرة، انطالت تحولت الى خارج الملعب وعادت الى طريق اللاعب الكاي جوندوغان، تسديدة من هذه المسافة ورف الايسر الى برناردو سيلفا، عرضية ترسل لكنها بعد ذلك بتعود مرة اخرى تصل سالة عند عن هدف التعادل في مجموع المباراتين. كرة منقولة للوصول كما ذكرت للدوري أبطال أوروبا على مستوى المواسم الماضية. الفريق ويستشهدون بما حدث في مثل هكذا، كرة باتجاه كوكي، لمسة باتجاه توماب التومالومار، بينية ممتازة إلى جواو لكنها سالة عند حصلت باتجاه طوال لكن بعيدة، طالت الكرة الماضية. كرة طولية باتجاه دي بروين أو من جانبية في الفودن لكن في لحقيقة يعتبر هو النور الذي ذكر والتسديدة كيفن دي بروينو قلها باليسار بعد ذلك عرضية بل تمريرة بينية لكن كمباراة العودة حتى لو لم يتأهل أمام عند كرة تمريرة إلى فودن عرضية تأتي خطيرة لكن فيليبي تصدى في اللحظة عند كرة في الطرف الأيسر لودي والعرضية هنا تأتي بيب غوارديولا ساهم عودة باتجاه كندومبيا والتسديدة تأتي خطير دانيال لازبر هذا الحكم اللي شاهدناه كانسيلو عند كرة والتصويبة بعيدة إدرسون عند كرة مرور مميز رياضية قدم رياضية لاعب رياضية الرقابة وفي السيتي لا ننسى ولا نعلم وصلت إلى رياض محرز يتقدم يتوقع العرضية تطاب يصفر حكم اللقاء مع المطالبة بفليكس وكذلك جون سونس جم تلك العودة التي لا تنساها جماهير كرة في وسط الميدان تمرير عن طريق الكاي غوندوغان بالمياه الجانبية من جانب كوكي في حوار دييغو سيميوني كرة منقولة وصلت من حارس المرمانين للأتليتي عرضية جواو الراسية الأتليتي وبادر رينال لودي عند كرة عرضية خطيرة خسر الفريق كان تمام فريق أزالتي في اللقطة الماضية أراد أن يسمن ينقل كرة طولية من جانبي عن طريق أنطوان غريزمان ينقل كرة من الجانب وغادر أرضية الملعب دي بروين ووكر في كرة مشتركة مع كايل ووكر غوارديولا في الوقت الذي يسعد العودة اللاعب كايرو بول عند كرة يرسلها عالية طويلة لكنها في الأخير خطيرة للأتليتي ما زالت طويلة من أمريكا لابورت ينقل كرة بتجاير عرضية تأتي عالية الكرة على الطائر من رودريغو وأيام لويس سواريز في بطولة دوري Alchemy The Art